يقول السائل: امرأة أحرمت من الميقات بالعمرة وطافت وسعت، وقبل أن تقص شعرها اكتشفت أنها نسيت ولبست البرقع والقفازين فخلعتهما وطافت وسعت من جديد، فهل عليها شيء في ذلك؟ يكفي السعي الأول، الطواف الأول والسعي الأول ولبسها للبرقع والنقاب وهي ناسية، ما عليها فيه شيء. وحتى لو تعمدت طوافه وسعيه صحيح، وإذا كانت متعمدة يكون عليها فدية، أما إذا كانت ناسية فليس عليها شيء والحمد لله، ولا تعيد الطواف والسعي. نعم.